أذكر وظائف العبارات المسطرة. شرح المعلم الدرس. المعلم وظيفتها فاعل، والفاعل حكمه الرفع، والاسم المفرد يرفع بالضمة. هنا نتحدث عن معلم واحد، إذن علامة رفع الاسم المفرد هي الضمة. الجملة الثانية: فهم التلميذ الدرس. العبارة المسطرة هي الدرس، وظيفتها مفعولا به، والمفعول به حكمه النصب، وعلامة نصب الاسم المفرد هي الفتحة، لذلك قلنا الدرس. الجملة الثالثة: التقيت بتلميذ في الرواق. بتلميذ، إذن هو كله مركب بالجر، ب حرف جر، تلميذ اسم مجرور. إذن الوظيفة هي مجرور، وعلامة جره هي الكسرة، لأن عبارة التلميذ هنا هو اسم مفرد. أسطر كل اسم في المثنى ثم أجعله في صيغة المفرد. البابان مفتوحان هي جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر. البابان، إذا قمنا بتسطيرها لأنها اسم مثنى. مفتوحان كذلك سطرناها لأنها اسم مثنى. لنتفق أولا عن الاسم المثنى. ما هو الاسم المثنى؟ إذا هو كل ما دل على اثنين أو اثنتين، يعني سواء كان مذكرا أو مؤنثا. إذا نحول الجملة إلى صيغة المفرد. الباب مفتوح، إذا الباب مبتدأ مرفوع بالضمة، ومفتوح خبر مرفوع أيضا بالضمة لأنه اسم مفرد. الجملة الثانية: كانت الغرفتان مرتبتين. الغرفتان وظيفتها اسم ناسخ فعلي، ومرتبتين خبر ناسخ فعلي. نحولها إلى صيغة المفرد. كانت الغرفة إذن اسم الناسخ الفعلي مرفوع، مرتبة خبر الناسخ الفعلي منصوب، هنا نصب بالفتحة لأنه اسم مفرد، ورفع بالضمة لأنه أيضا اسم مفرد. الجملة الثالثة: اشتريت الكتاب بدينارين. دينارين إذا هو اسم مجرور لأنه سبق بحرف جر. نحول الجملة إلى صيغة المفرد. نحول الاسم المسطر إلى صيغة المفرد. اشتريت الكتاب بدينار، إذا دينار هو اسم مجرور، وعلامة جره هنا هي الكسرة لأنه اسم مفرد. فني الأسماء المسطرة. اشتريت كتابا، إذا عبارة كتابا سنحولها إلى صيغة المثنى. اشتريت كتابين، إذا نلاحظ كلمة كتابا هنا وكلمة كتابين، إذا هي في محل نصب لأن وظيفتها مفعول به. إذا اشتريت كتابا مفعول به منصوب بالفتحة. اشتريت كتابين هو اسم مثنى، سنتبين علامة نصبه. التلميذ المجتهد نال جائزة، نحولها إلى المثنى. التلميذان المجتهدان هو مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، إذن التلميذان المجتهدان هي في محل رفع. نالا جائزتين، جائزتين هنا خبر مركب إسنادي، إذن جائزتين هو مفعول به، إذن والمفعول به حكمه النصب، إذن عبارة جائزتين هي في محل نصب. إذن التلميذان المجتهدان، هنا نلاحظ ألف ونون ألف ونون في محل الرفع. جائزتين، إذن نلاحظ الياء. كان لي صديق وفي. كان هو ناسخ فعلي، لي خبر ناسخ مقدم، صديق وفي اسم ناسخ مؤخر،
واسم الناسخ الفعلي اسم الناسخ الفعلي حكمه الرفع. نحولها إلى المثنى ستصبح كان لي صديقان وفيان. إذن صديقان وفيان هي في محل رفع، نلاحظ جيدا صديقان وفيان. سنغير الناسخ الآن وسندخل ناسخا حرفيا ونلاحظ التغيير. إن لي صديقا وفيا، إذن إن هو ناسخ حرفي، إذن الناسخ الحرفي ينصب اسمه، إذن لذلك قلنا صديقا وفيا. نحول إلى المثنى. إن لي صديقين وفيين، إذن صديقين وفيين هو اسم ناسخ حرفي، واسم الناسخ الحرفي حكمه النصب. ماذا إذن يمكن أن نستنتج؟ إذن نستنتج يرفع الاسم المثنى بألف المد، كأن نقول دخل الضيفان. إذن الضيفان فاعل والفاعل مرفوع، وبما أنه اسم مثنى فقد رفع بألف المد. ينصب الاسم المثنى ويجر بالياء الساكنة. مثال: استقبل المدير المعلمين. هنا المعلمين وظيفتها مفعول به، والمفعول به حكمه النصب، والاسم المثنى ينصب بالياء الساكنة معلمين. يجر أيضا بالياء الساكنة كمثال: التقيت بالمعلمين. هنا المعلمين وظيفتها مجرور لأنها سبقت بحرف جر. إذن يجر الاسم المثنى بالياء الساكنة أيضا. إذن كما نلاحظ هنا فإن الاسم المثنى على خلاف الاسم المفرد. إذن الاسم المفرد يرفع وينصب ويجر بالحركات الضمة الفتحة الكسر، بينما الاسم المثنى يرفع وينصب ويجر بالحروف. إذن فقد نصب وجر بالياء الساكنة ورفع بألف المد.